ما الحكمة من الاغتسال من المني مع أنه طاهر ولا نغتسل من المذي مع أنه نجس؟ هو الاغتسال ليس لقضية طاهر ونجس، أنت تغتسل للجمعة والجمعة ليست نجسة، تغتسل للجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال إذا أتى أحدكم الجمعة فل يغتسل. يعني الاغتسال ما لا أي يعني دعوة في قضية طاهر ونجس، يعني الطاهر والمني على كل حال خلاف بين أهل العلم هل هو طاهر أو نجس، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن المني نجس، وذهب البعض إلى أنه طاهر وهو الأقرب أن المني طاهر. فالغسل ليس لأجل الطهارة والنجاسة ولكن لأمر آخر أمر الله تبارك وتعالى. وذلك حتى لو لم يخرج المني الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. يعني الغسل لا شأن له بالمني فقط، وإنما المني من أسباب الغسل، يمكن يغتسل أيضا لأسباب أخرى غير خروج المني. نعم.